برنامج زي دوت لو دوست على الستارت هيشتغل، دوست على الستوب هيطفي، لو دوست على الاثنين اخره هيعمل ايه؟ لو دوست على الستارت والستوب مع بعض انا دايس على الاثنين، انا دايس على الاثنين، ده دايس شغال ولا مطفي الموتور؟ مطفي. ثواني بلاش كلمه ريسيت عشان ما يتلخبطش، دايس على الاثنين، الكيو شغال ولا مطفي؟ مطفي. الموضوع ما فيهوش احتيار، يعني هو اخره الشغل قطعت فمش شغال. بس هناك الست حاجه والريسيت حاجه، لما ادوس على الاثنين هيسمع كلام مين؟ ها ها، هناك بقول لك براحتك بقى، عايز نسمع كلام الريسيت حطه لي تحت، عايز نسمع كلام الست حطه لي هو اللي تحت، لان البي ال سي بتدير البرنامج بترتيب. فهو عارف ان في حتى الست ريسيت الموتور موجود مرتين، فيعد على اول واحد تشغيل يقول لك ماشي انا هشغل بس لحظه اكمل، ينزل تحت يلاقي في ريسيت يقول لك لا معلش انا اخر حاجه عرفتها ان انا هطفي يبقى هطفي، او العكس لقى ريسيت يقول لك ماشي انا ناوي اشغل، ينزل تحت يلاقي ايه الست شغال يقول لك لا يبقى الاولويه اللي تحت. فجرب تعمل برنامج عندك دوش على الاثنين مع بعض، احنا المفروض الرسميه اللي تحت مين؟ ريسيت، هتلاقيه طافي مش راضي يشغل. غير البرنامج وبدلهم ودوس على الاثنين مع بعض هتلاقيه مشغل مش راضي يطفي. اوكي، الاولويه دايما اللي موجود تحت، الاولويه اللي موجود تحت، لو اللي موجود تحت ست يبقى الاولويه للست، اللي موجود تحت ريسيت يبقى الاولويه للريسيت. بدلهم مع بعض الاول، جرب وبعد كده بدل. وعلى فكره الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، يعني عشان كده لو بعمل البرنامج بالست ريسيت 99% من المصانع بتحط مين تحت؟ عشان لو حصل مشكله في المكنه وعايزه تفصل وحد قال لها اشتغل تقول له لا انا هفصل، يا اما لو بدلناهم وفي كارثه او حريقه او ليمت سويتش عايز يفصل الموتور وفي حد معلق على التشغيل هتلاقيه عامل ايه؟ مكمل شغل، طبعا تبقى كارثه. اوكي، فجربوها بالترتيب دوت وبعد كده عكست الترتيب وجربوها تاني. عرفتوا ايه الرقم اللي تحت ده لازمته ايه؟ طب مع انه ما نورش 10 ولا حاجه. عدد ها بالظبط. تاني الرقم اللي كتبته انت تحت الخارج ده معناها ايه؟ لو انت عامل ست للكيو 0.0 وكانت تحتها 5 يبقى لما تدوس هتلاقيه شغل كيو 0.0 وكيو 0.1 وكيو 0.2 وكيو 0.3 وكيو 0.4 اللي هو من الاخر بيعد 5 بدايه من اللي انت قايل له عليه. اوكي، دي بستخدمها في ايه؟ عشان ابقى واضح مع حضرتك، استحاله هاجي في المصنع اقول له اعمل ست لخمسه اوتبوت، دي معناها ان الخمسه اوتبوت بيشتغلوا بنفس الكونديشن في نفس الظروف. طب ما اولى اخليها اوتبوت واحد بس واجي على الكونتاكتور من بره اروح عامل ايه؟ واروح مغزل 5. دي بنعملها في الايقاف لما يكون في مشكله مثلا في المصنع، اجي اقول له ايه؟ لو دوست على الاي 0.0 اللي هو مفتاح الطوارئ المصنع كله تعمل له ايه؟ ريسيت، يعني ريسيت لكيو 0.0 وتحتيه شوف انت عندك كام اوتبوت، 100 اكتب له 100. اوكي؟ طيب دي كده بياخدها بالتتابع. يعني مثلا هو بيبدا مثلا هيشغل بالتتابع الخارج اللي هي بعده بالتتابع او هيقفلهم برضه بالتتابع. تمام. في امكانيه ان انا مثلا اشغل لمبه واللمبه اللي بعدها طافيه. يبقى انا ما كنتش عملت، يبقى مش عاملها بقى كيو 0.06 10، كنت هخلي اللمبه دي لوحديها ودي لوحديها ودي لوحديها. ولا انت عايز تعمل مثلا تقول له دي بعد سنه شغل دي؟ لا انا مثلا افوت دي واشغل الثانيه. لا يبقى ما ينفعش على نفس الاوتبوت. لو انت هتستخدم كيو 0.06 وتحتاج تكتب رقم معناه ان هو هيشغل اللي هم ورا بعض. اوكي، يبقى اللي ورا بعض هم اللي هيشتغلوا. لو انت عايز تعمل واحده والثانيه لا، يبقى ما ينفعش يكون كلهم في بلوك واحد. اوكي تمام. ممكن اعمل ست كيو 1 ممكن ست كيو 0.1 لوحديها وريست لكله عادي. اوكي، وممكن اعمل ريست لكيو 0.0 وريست لكيو 0.1 طبيعي، بس لو حصل حريقه اعمل ريست لكله مره واحده. يعني ريست ممكن اكرره، ريست ممكن اكرره، اقول له اعمل ريست لكيو 0.0 لما احب افصله افصله، ورست لكيو 0.1 لما احب افصله افصله. بس لو مفتاح الطوارئ ادى اشاره او الفاير فايتنج سيستم بتاع السنسور بتاع الحريقه ادى اشاره، هنا مفيش هزار، هنا المصنع كله يوقف. ريسيت الميركر فاير لما يشتغل يعمل ريسيت للمصنع كله. تمام؟ اي 0.1 يعمل ست، يعني يشغل كيو 0.2 بس مش لوحديها، هي وفي تسعه كمان بعديها. عشان كده رقم 10 بيتحسب من اول اللي انا كاتبه. يعني بالترتيب مثلا هيشغل كيو 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3. اوكي، ولما جت هتشوفهم ال 10. بس واقعيا الكلام ده ملوش معنى، يعني عمري ما هعمل في برنامج اقول له لما تدوس على فلان يشغل 10. طب ما دي معناه ان انت عندك 10 مواتير بيشتغلوا بنفس المفتاح،
طب ليه تستخدم ده كله على البي ال سي؟ ما انا ممكن اعمل ايه؟ اخليه موتور واحد واجي اورى على الموتور اللي انا اخترته ده مثلا 0.6 واروح عامل ايه؟ هذا الكونتاكتور وبنقط الكونتاكتور القط كله صح؟ بكده انا وفرت. لكن الحركه دي بنعملها امتى؟ بنعملها في حاله الايقاف. يعني ايه؟ انا عارف ان في ستوب بيوقف الموتور الاولاني بيعمله ريست لوحده، في ستوب تاني بيوقف الموتور التاني ريست لوحده، في ليميت سويتش خاص بالموتور التالت يعمله ريست لوحده. بس كون ان انا دوست على الامرجنسي مفتاح الطوارئ مش هينقي واحد ويسيب واحد، لازم يعمل ايه في المصنع كله؟ يوقف. فاجي تحت ويروح قايل له ايه؟ قايل له فلان الفلاني اللي هو المفتاح الطوارئ بدايه من كيو 0.0 اول خارج عندك ريست. شوف بقى انت عندك كام موتور في المصنع؟ 10، كام خارج؟ 100. يعمل ريست لل 100 كلهم. اوكي؟ لو مفتاح ادى اشاره ان في حريقه لازم كل الاوتبوت تطفي. اوكي؟ فاهم؟ بس لو في ليميت سويتش يخص موتور واحد يبقى هيفصل الموتور ده بس مش هيفصل المصنع كله. بشرط انك ما هو في حاله الحريقه انت مش هتنقي واحد وتسيب واحد، هتعمل ايه؟ حتى لو ما كانتش يعني اخره هيعمل ايه؟ اخره هيفصل كله صح؟ ما يفصل كده، انا عايز افصل ده في مشكله. تمام؟ لو انت عايز تفصل كيو 0.2 وتسيب كيو 0.3 وترجع تفصل كيو 0.4 يبقى ما ينفعش اعملهم في بلوك واحد. اوكي؟ تمام؟ افكرك تاني بالاولويات، الاولويات اللي تحت حطيت الريست تحت يبقى هو اللي ليه الاولويه لو بعت اشاره للاثنين، حطيت الست تحت هيبقى هو اللي ليه الاولويه لو بعت اشاره للاثنين. في نقطه، طب ما انا ممكن اي حد يسال يقول عادي مش مشكله انا احط الست تحت، بس انا ايه اللي هيخليني اضحك على نفسي بنفسي واروح ادوس على الاثنين؟ ما انا عايز اشغل عايز اطفي. انا معاك، بس بعد شويه انا بنيجي نستخدم الست ريست في برنامج كبير، ممكن يكون اللي بيعمل ست او اللي بيعمل ريست تايمر كاونتر نقطه ليميت سويتش، مش هينفع تزعق للتايمر عشان خاطر لقط، ده عادي البرنامج هو اللي خلاه يلقط. عشان كده انا هريح نفسي دايما واحط اللي انا عايزه تحت. طب لو ما كانش، يعني ايه لو ما كانش؟ افرض انا في البرنامج بتاعي عايز اقول له اللي يجي لك اسمع كلامه، جالك اشاره للست اعمل ست، جات لك اشاره للريست اعمل ست. في الحاله دي لو في اشاره ريست وجت ست هيسمع كلام؟ لا. طب لو عايز يسمع كلام اعمل ايه؟ عايز اقول له من غير ما ابدل، عايز اقول له لو جات لك اشاره ست اعمل ست، جات لك اشاره ريست اوف يعني اعمل ريست. عايز اقول لهم ما تخليش دوت زنان ولا ده زنان، ما يفضلش عمال يقول لك افصل افصل افصل، مش عايز يبقى كده. هو الريست عشان يطفي يعني عشان يعمل اوف محتاج افضل دايس كتير ولا هي دوست وشلت كده عمل ريست؟ تمام. طب الست عشان اشغل لازم افضل دايس على طول ولا لو دوست وشلت كده كده عمل ست؟ لو انا حطيت بوزيتيف ايدج كده معناها مفيش داعي تقلب النتورك، عارف ليه؟ لو انا دوست هنا عمل ايه؟ ست. بعد كده دوست هنا عمل ايه؟ طب لو دوست تحت عمل ايه؟ ما شلتش ايديا ودوست فوق هيعمل ايه؟ ست. لان الريست ما بقاش عمال يزن عليه، بقى بيقول له بعد اذنك اعمل ست. خلاص عملت. طب بعد اذنك اعمل ست، يعمل ست. الاول ما كانش فيه دوت، فكان طول ما ده مقفول معناه انا بقول له ايه؟ خليك عامل ريست، خليك طافي الاوت. اوكي؟ لكن لو انا عملت كده معناها قلت له اعمل ريست عمل، فضلت دايس بس البوزيتيف عمل كان انا ايه؟ شلت ايديا. فلما دوست على الاي 0.1 عمل ايه؟ ست. بس الحركه دي عمري ما هعملها في حاجه زي ايه؟ مفتاح طوارئ، استحاله. يعني لو الاي 0.0 دوت مفتاح طوارئ مش هحط له بوزيتيف ايدج، يا اما ايه؟ هدوس يفصل وبعد كده يجي حد يروح عامل ايه؟ يشغل. صح؟ فدي بنعملها بس في حاجه زي الليمت سويتش خلاص فصل. اوكي؟ زي مفتاح ايقاف عادي خلاص فصل. لكن مفتاح طوارئ ما ينفعش اخلي تاثير مفتاح الطوارئ تاثير مؤقت، ما ينفعش. مفتاح الطوارئ طول ما انا دايس عليه اكيد مش دايس عليه عشان بتدلع، اكيد في مشكله. صح؟ واضحه ولا لا؟ جربوها بالبوزيتيف ايدج هتلاقي ان الاولويه ما بقاش للي تحت، الاولويه بقت لاخر حاجه تتبعت. اللي اتبعت اللي فوق اخر واحد يبقى هيسمع كلامه، اخر حاجه اتبعت اللي تحت يبقى هيسمع كلامه.